جزاء نادي الباطن ومحمد سالم اللي واقف على القائم القريب وهذه الركنيه عاليه والمره دي جول المره دي جول عايز ايه يا بيتزلي عايز ايه يا بيتزلي يجننهم بيتزلي يجننهم بيتزلي اهي دي اللي اسمها المهاره الخاصه اهو ده اللي لا على البال وعلى الخاطر وبيتزلي وضربه ركنيه من زمن اخر من زمن اخر الضربه الركنيه دي ما لومكش يا ناصر يا محيني ما اقدرش الومك يا ناصر يا محيني دي حاجات ما بنشوفهاش كتير لكن واضح ان احنا مع بيتزلي السنه دي هنشوف العجب هنشوف العجب وبيتزلي بيوري ناصر المحيني العجب بيورينا العجب اهو اتفرج يا سلام اتفرج يا سلام ماركوس بيتزلي بيقول في مهاره وفي مهاره خاصه وفي مهاره بمواصفات خاصه وده هدف بمواصفات خاصه لا على البال ولا على الخاطر ولكن عشان عيونك يا سامي